بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحسن الله إليكم. السؤال الأول من الأسئلة الواردة على إذاعة ميراث الأنبياء من الجزائر، إذاعة أو موقع، أو موقع ميراث الأنبياء. يقول السائل من الجزائر: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يمكن للجن أن يسرق أو يأخذ من البيت أشياء مادية كذهب أو مال؟ هذا الصنف من الجن يفعل ما ذكر في السؤال، والذي تبين لي من خلال استقراء أحوال الناس أنه يستخدمهم لهذا السحرة والمشعوذون، فيشترط عليهم الجان أن يقرب إليهم قربانا يقعون به في الشرك، فإذا نفذوا له مراده نفذ لهم ما يريدون من السرقة والقتل والتلبس وغير ذلك.